بصراحة يعني يا أخ مروان، يعني موضوع الكوابيس اللي بتجيلك ده غريب قوي. اللي شفناه أكتر من هيك يا أخ أبو عمر. الكوابيس اللي عم نشوفها نحن بالحقيقة بدك إيانا ما نشوفها بالمنام. أنت أصلاً إجيت متأخر. صحيح. شفت ناس عم تنقتل. وناس عم تحترق وهي عايشة لحد ما تموت. وأطفال 13 سنة عم ينقام عليها الحد. شفت حرب وقتل من كل صنف وكل نوع. هدلون الأموات عم يجوني كل يوم قبل ما أنام. شو بدهم مني ما بعرف. ليش أنا بالذات كمان ما بعرف. وحيد الله ابتلاء والله مش أكتر. تبريك نحن غلطنا لما أجينا لهون. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإوعى إوعى تخلي الفتنة تسكن إلى قلبك. لما كنت صغير كنت بسمع الشيخ شو كان يقول، خليكن أشداء لأنه أنتوا اللي رح تحرروا الأقصى. ولما الدكتور مرسي فتح باب الجهاد أنا أجيت لهون مباشرة. بس نحن ما حررنا الأقصى وما قتلنا إلا المسلمين وما حاربنا إلا المسلمين. حتى الفصائل المجاهدة اللي موجودة هون ما عم تقتل وتدبح إلا بعضها، ما عم تقرب أبداً على خصومها. برأيك أنه هدلون الأموات عم يجوني قبل ما انام لحتى يقولوا لي انت غلطان وبدنا ندفع الثمن غلطك بالدنيا؟ صدقني انا هذا لو كان هو عذابي رضيان، بس اللي خايف منه انه يكون هذا كلياته مستنيني بالاخره. خطاب انت اقرب الناس الي هون من بين كل الموجودين. انت اقدمن واكثرن شجاعه بس علي تستحق تكون قائد عليهم. لكن انا بدي اياك تكون عيني اللي بشوف فيها واذني اللي بسمع فيها وقلبي اللي بيحس وقت الخطر. بدي اياك تكون مساعدي بس. لا 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 تنوب عني وقت ما بروح. هذا الوقت وقت الفتن. وقت الفتن يا خطاب. الحرص واجب. طب معلش نبيل، يعني انت متاكد فعلا ان الواد هناك؟ وربنا الواد هناك وربنا. طب اعمل ايه؟ احلفك على مصحف؟ خلاص الواد هناك. ماشي خلاص تمام زي الفل وكويس. كل الحكايه ان هم مانعين الاجهزه الالكترونيه تخطيط امني مش اكتر. الواد فتح اللابتوب شافوه خدوه منه. وانا لما تيجي نادينا خليها تراجع الموضوع ده وتتابع اللابتوب نشوف ايه اللي بيحصل. ايه ده؟ هو نادين ما جاتش لحد دلوقتي ليه؟ اكيد ما تعرفش بس انا قلت اني عارف. يعني ايه؟ حاجه حصلت ولا ايه؟ نادين في الكوافير بتجهز زي اي عروسه زي اي حاجه. يا عم ما تهرجش معايا. لا لا في يا جدع بهزر معاك يا جدع.